بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية التي نخصصها ولمدة ساعة من الآن على شاشة إكسترا نيوز. نتناول فيها نقاشا حول الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف الزراعة وسعيها الدائم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين حق المواطن في الغذاء. الهدف الأول إن المواطنين تأكل كويس، يأكل أكل صحي ليه هو وأبنائه. خلال السنوات الأخيرة سعت الدولة المصرية لتأمين حق المواطن في الغذاء باعتباره أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء من خلال العمل على تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية وأيضا تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي وأيضا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. الحقيقة أنه هناك نهضة وطفرة كبيرة بيشهدها هذا القطاع، قطاع الزراعة في مصر، ده لأنه بيحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية. خليني أقول لحضراتكم أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وده طبعا إلى جانب استهداف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي. مؤخرا أعلنت الحكومة المصرية أنه تم توريد ما يقرب من 3.8 مليون طن قمح محلي حتى الآن. أيضا قالت أنه هناك احتياطي استراتيجي من القمح بيكفي لنحو حوالي 5 أشهر. خلينا نتحدث أكثر عن جهود الدولة وجدوى هذه المشروعات مع ضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك ومشاهدي القناة الكرام. أهلا بك. خليني أتحدث مع حضرتك في البداية، يعني كيف ترى الجهود الدولة في هذا القطاع؟ الدولة المصرية أولت اهتمام كبير جدا لقطاع الزراعة، كيف ترى تبنيها للعديد من الآليات والمشروعات اللي بتساهم في تعزيز هذا القطاع؟ جهود كبيرة في هذا السياق كما أشرت حضرتك، وبدعم مباشر من القيادة السياسية ومتابعة دؤوبة على مدار الساعة. ويعني أول تلك المحاور هي المشروعات القومية الكبرى. المشروعات القومية الكبرى، مستقبل مصر 1.1 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة، 2.2 مليون فدان، مشروع 1.5 مليون فدان، تشكى الخير 0.5 مليون فدان، شمال ووسط سيناء أكثر من 0.5 مليون فدان، شرق العوينات وغيرها، مشروعات ضخمة. ويلفت النظر أنه إبان افتتاح الرئيس لموسم القمح في شرق العوينات تم إضافة مساحات بمئات الآلاف الأفدنة إلى إنتاج القمح مجددا. على سبيل المثال 90,000 فدان قمح في مشروع الدلتا الجديدة و 150,000 فدان في مشروع تشكى الخير و 5,000 فدان في مشروع النبرية وعين دلة ووادي الشيح وغيرها من المشروعات. إزاي بتشوف يا فندم أهمية هذه المشروعات، مشروعات استصلاح الأراضي العملاقة يعني بتتكلف الدولة فيها أموال طائلة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري؟ هذه مشروعات هامة جدا، ورغم تكلفتها المرتفعة فإني أزعم أنه لا تكفي فقط الجدوى المالية والجدوى الاقتصادية لتنمية القطاع الزراعي، إنما يجب حساب أيضا الجدوى الاجتماعية والجدوى السياسية لتنمية هذا القطاع مهما ارتفعت التكلفة. بيعد بناء الأنظمة الزراعية والغذائية يعني واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه الدول سواء المتقدمة أو الدول النامية، كيف يمكن التعامل مع كل هذه التحديات ومواجهتها من وجهة نظرك؟ هذا صحيح، والتحديات عارمة خلال العامين الأخيرين بدءا من أزمة كوفيد 19 مرورا بأزمة سلاسل الإمداد
انتهاء بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، تحديات عارمة يضاف إليها التغيرات المناخية التي لا تخطئها العين من ارتفاعات في درجات الحرارة والأعاصير والسيول وجفاف الأنهار ونقص الإنتاج على مستوى العالم، مما يؤثر على عرض المواد الغذائية ويؤثر بأزمة غذائية على مستوى العالم. لكن الدولة المصرية كانت متوقية لهذا الأمر بشكل كبير من خلال اتباع سياسات استباقية، منها ما أشرت إليه أنا من حيث المشروعات القومية الكبرى، ومنها أيضا عملية التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف قليلة المكسب التربة، قليلة الاستهلاك للموارد المائية وعالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي في نفس الوقت. بما أنه حضرتك يعني تحدثت عن رؤية الدولة في التوسع الأفقي للزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، بتشوف حضرتك أهمية هذه الرؤية إزاي، واللي طبعا من ضمنها كان مشروع توشكا والتوسع في شرق العوينات بأكثر من 200 ألف فدان تقريبا، وأيضا مشروعات كثيرة زي مشروع شمال سيناء واللي كان يعني متوقف في فترة التسعينيات. هذه مشروعات في غاية الأهمية وتضيف إلى المساحة الزراعية مباشرة، وتضيف إلى مساحة المحاصيل الاستراتيجية بشكل مباشر، وتعمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي. مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في 9 مجموعات من السلع الغذائية، من أهمها الخضر والفاكهة، وشبه اكتفاء ذاتي من الألبان والأسماك، و91% اكتفاء ذاتي من السكر. إنجازات كبيرة في هذا السياق، فضلا عن الإنتاج الحيواني من خلال مشروع البتيلو، تم إنفاق أكثر من 7 مليارات جنيه ائتمام ميسر بفائدة لا تتجاوز 5%، استفاد منه 41 ألف مربي و461 ألف رأس من الماشية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا لوجود حضرتك معنا يا فندم. الحقيقة أنه نهضة غير مسبوقة شهدها هذا القطاع، قطاع الزراعة بمصر، في مختلف أنشطته خلال السنوات العشرة الماضية. مشروعات عملاقة تم إطلاقها، وإجراءات استباقية تم تبنيها، أسهم كل ذلك في تعزيز الأمن الغذائي وأيضا سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك. يعني أيضا يعني ساهم ذلك في تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية. خلينا نتعرف مع حضراتكم على مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير ونعود مرة أخرى. بعد أعوام من العمل الجاد للخروج بالبلاد من أزمات متتالية شهدتها قبل عام 2013، تمكنت الدولة من إرساء دعائم وأركان الجمهورية الجديدة. ففي ظل آداء قوي ومتصاعد في قطاع الزراعة بمختلف أنشطته على غرار كل القطاعات التنموية، تمكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي وسط أزمات وتحديات متشابكة ومتلاحقة، بعد أن شهد هذا القطاع الحيوي دعما غير محدود من القيادة السياسية ووضعه على رأس الأولويات. في السنوات العشر الماضية تم وضع قطاع الزراعة على الطريق الصحيح، وذلك من خلال نهضة زراعية غير مسبوقة، ومشروعات عملاقة تم إطلاقها، وإجراءات استباقية تبنتها الدولة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي. فعلى رأس المشروعات القومية العملاقة يأتي محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة، باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة. ومن أهم تلك المشروعات توشكا الخير بمساحة 1,100,000 فدان، والدلتا الجديدة بمساحة 2,200,000 فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456,000 فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان.
هذا إلى جانب مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد، فيما يسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة. وفي سياق المشروعات القومية جاء تنفيذ 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11,000 فدان، ما يمثل حياة جديدة لأبناء سيناء ودمجهم في المشروعات التنموية. كما يأتي مشروع 100,000 فدان صوب زراعية ضمن قائمة المشروعات القومية التي أثرت بشكل مباشر على توفير الغذاء، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي، حيث يستهدف المشروع إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين. وفي إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، يأتي إنشاء مزرعة نخيل التمر بتوشكا، والتي تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم. أما بشأن الإنتاج الحيواني فيأتي المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، حيث بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7,700,000,000 جنيه لأكثر من 42,000 مستفيد. كما يأتي في هذا السياق مشروع مراكز تجميع الألبان الذي يدعم منتجي الألبان وتحسين جودة المنتج النهائي، حيث استهدف المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان. وبينما تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة، فقد أولتها الدولة اهتماما خاصا، فبلغت قيمة استثمارات هذه الصناعة نحو 100 مليار جنيه، بما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ووجود فائض للتصدير. ولتنمية الثروة السمكية جاءت مشروعات وجهود عملاقة أخرى، حيث بلغ إجمالي الإنتاج السنوي من الأسماك نحو 2,000,000 طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى نحو 85%. إذن مشروعات عدة وضعت مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أضحى قطاع الزراعة قطاعا حيويا للنمو وقادرا على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات. استكمالا لما قيل في هذا التقرير والبناء عليه، الحقيقة أن هناك جهود بذلتها الدولة المصرية لدفع الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. شملت أيضا هذه الجهود العمل على تفعيل منظومة الزراعة التعقدية وتوفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه، وده بالتأكيد تم خلال الثلاث سنوات الماضية. أيضا تم تطوير وتحديث منظومة الري، إلى جانب وجود خطة متكاملة في إنتاج تآوي المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والأرز، إلى جانب الجهود المبذولة في هذا الشأن. للمزيد من الحديث حول هذه الجهود فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، معنا عبر الهاتف دكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل السابق. برحب بحضرتك يا دكتور رضا. أهلا وسهلا فندم أستاذ حور، وبرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني كيف ترى نجاح الدولة المصرية في تأمين المحاصيل الاستراتيجية لضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على الرغم من التحديات الموجودة في الفترة السابقة في الكام سنة اللي فاتوا دولت من جائحة كورونا لتغيرات مناخية وأخير حرب روسيا الأوكرانية، على الرغم من ذلك إن الملف القطاع الزراعي بيشهد إنجازات تاريخية ما حصلش من سنين قبل كده، ودي من اهتمامات برضو القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس الفتاح السيسي، إنه كل اهتمامه دايما في المحاصيل الاستراتيجية عشان نوصل من خلال خطة استراتيجية موضوعة من فترة طويلة. عن بنشتغل بخطة استراتيجية 2025-2030 من 2025-2030 بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، يمكن على رأسهم طبعا المحاصيل الاستراتيجية طبعا على حسب أهميتها بالنسبة للمواطن المصري، القمح، الذرة، الفول، الرز، كل دي محاصيل استراتيجية مهمة جدا بالنسبة للمواطن المصري. لابد احسن نوصل من خلال خطة استراتيجية موضوع 2025-2030. على سبيل المثال طبعا اولى الاهتمامات بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية مثلا وليكن القمح، الحمد لله يمكن السنة اللي فاتت يمكن وصلنا 3.3 او 3.2 مليون فدان، بيجيب لنا اكثر من حوالي 10
و10.5 مليون طن بيكفوا لنا حوالي 50 ل 55 من احتياجاتنا. في ظل الخطة الاقتصادية الموضوعة ان في 2025 اوصل ان شاء الله بان اغطي من احتياجاتنا من 60 ل 65% ان شاء الله. طيب اوصل من 20-30 ان شاء الله اوصل لحوالي تقريبا من 65 ل 70% من احتياجاتنا. الكلام ده يتم ازاي؟ طبعا من خلال طبعا محور تنميه افقي وراسي وتوفير كل دي الحاجات دي الحمد لله يمكن دي موجوده على سبيل المشاريع القوميه العملاقه اللي موجوده في مستقبل مصر، موجوده في جنه مصر، موجوده في توشكا الخير، في شارع عوينات. الحمد لله يمكن من سنين طويله الحمد لله يمكن دخلنا ودخلت مساحات المزارعه في مصر زادت ما يكون من حوالي 3.3 في ظل المساحات او المشاريع العملاقه الكبيره الحمد لله اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي. طيب لو تكلمنا ايضا دكتور رضا عن نجاح الدوله المصريه في توفير تقاوي القمح والفول والمحاصيل الشتويه في هذا الموسم، لانه جزء ايضا من رؤيه الدوله في هذا الشان هو يعني انه نصل باسعار مخفضه للمزارعين. والله احنا عاملين برضه في الظل احنا الحمد لله بنشتغل بخطه موضوعه اللي يمكن معالي الوزير قال لنا في خلال 3 سنين عايز نوصل لبعض المحاصيل ل 100% من التقاوي بتاعتنا. نغطي المساحات المزرعه بتقاوي معتمده 100%. بدانا المشوار ده الحمد لله من 2 ودي السنه اللي جايه ان شاء الله هنوصل 100% بالنسبه للتقاوي المعتمده عشان نوصل ده زي ما حضرتك قلت كده هدف رئيسي ان احنا نوصل بتقاوي معتمده عشان ينعكس على المحصول بتاعنا بان يكون يوفر محصول اعلى وبالتالي دخل اقوى دخل اكتر وبالتالي نفضل نضمن حياه كريمه بالنسبه لاخواننا المزارعين. احنا الحمد لله يمكن من 2 كنا بنتكلم في 30% من نسبه التغطيه بتقاوي معتمده، الحمد لله احنا واقفين لحد سافت كنا بنغطي 70% من المساحه المزرعه بتقاوي معتمده. السنه الجايه احنا في الموسم المزرعي الشتوي اللي جاي ده ان شاء الله هنوصل ل 100% على اعتبار ان المساحه المزرعه من القمح توصل ل 4 مليون فدان مع فائض 25% لان سمعتنا الحمد لله الدوليه دلوقتي بقت عظيمه جدا بتبقى لها متطلباتنا بالنسبه لدول افريقيه ودول شرق اسيا ودول اسيويه زي مثلا في الدول العربيه بقى لها سمعه جميله جدا سمعه محترمه جدا بيبقى لها طلب على عشان من هذا المنطلق بنزود كمان 25% باعتبار ان المساحه كمان 4 مليون وفي في مساحه تزيد كمان على 25%. طيب دكتور رضا بما انه حضرتك تحدثت عن يعني جزئيه مهمه جدا وهي فكره السمعه الطيبه للمنتج المصري او للتقاوي المصريه، يعني ازاي ساهم توفير التقاوي في تحقيق انتاجيه عاليه؟ نعم ده احنا بنشتغل عشان نقدر نعظم ده اللي محور التنميه احنا بنتكلمنا في سياق بدايه كلام معاكي اللي هو محور التنميه الافقي عشان نوصل ونزود المساحه المزرعه بتاعت مصر سنه بعد سنه والحمد لله وده احنا ماشيين بها بمعدل هايل ما حصلش من قبل كده في فترات طويله. اللي احنا بنتكلم اللي سعادتك ما بتتكلم عليه دلوقتي ازاي نعظم الانتاجيه وده بنخلص ازاي نوصل الحمد لله يمكن من خلال استنباط اصناف بتجود في هذه الاراضي، الاراضي الجيده دي كلها بتتعاني من مثلا من نقص مياه بتعاني من ملوحه بتعاني من درجه حراره، احنا قدرنا كمعهد بحوث محاصيل حقليه بالاقسام الاقسام الموجوده فيه زي قسم القمح والذره والاقسام ديت مهمتها الرئيسيه انها تستنبط اصناف عاليه المحصول بتجود في هذه الاراضي في ظل التغيرات المناخيه دون التاثر على المحصول بتاعها. وده الحمد لله احنا نجحنا فيه وانشانا او استنبطنا اصناف بتجود في ظل الاوضاع الجديده من ندره المياه او قله المياه بنشتغل في تطوير المياه بتاعتنا تطوير نظم الري بين ري الرش وري التنقيط والحمد لله اجادت وتدي محصول عالي جدا في مستقبل مصر جابت 26 و25 ارداب وده انجاز تاريخي ما حصلش قبل كده. كذلك وصلت في درجه الحراره العاليه في توشكا زي مصر واحد بالنسبه للاصناف بتاعت القمح ودون التاثر بالمحصول وجابت فوق ال 20 ارداب. كل دي الحمد لله كل ده انجاز الحمد لله حصل وانعكس على الناتج القومي بتاعنا بالنسبه للمحصول الاستراتيجي. طيب بناء على ما حضرتك يعني بتوضحه دلوقتي ازاي يتم توعيه المزارعين في جميع قرى محافظات جمهوريه مصر العربيه باهميه الزراعات التعاقديه للمحاصيل زي الذره فول الصويا عباد الشمس طبعا فضلا عن محصول القمح؟
نعم، احنا الحمد لله يمكن في حاجه اسمها بنعملها على المستوى المحصول التجاري، بنعمل حمله قوميه للنهوض محصول القمح، الحمله القوميه للنهوض محصول الذره، الحمله القوميه للنهوض محصول فول الصويا. كل دي الحملات دي بتبتدي تشتغل من قبل بدايه الموسم الزراعي بشهر وبشهرين. بنعمل ايه؟ بنوعي اخواننا المزارعين، حتى المزارع حتى على مستوى المزارع الصغير او مستوى المزارع الكبير او حتى على مستوى المشاريع القوميه الكبيره، كل ده بيكون فيها دعم فني عشان نقدر نوصل معلومه كامله لاخواننا المزارعين بكافه اطيافهم، سواء مزارع صغير او كبير او على مستوى المشاريع الكبيره. الهدف منها ان انا اوصل منه عشان اقدر اقول له من بدايه المحصول واختياره للصنف والتوقيت المناسب لزراعته، مرورا بجميع مراحل نمو النبات بتاعته حتى الحصاد، بكون متواجد معاه بباحث موجود متخصص، مجموعه باحثين مش باحث بس، مجموعه باحثين متخصصين يكونوا متواجدين على في ندوات عقليه في حقول ارشاديه، عشان نقدر نعرف المزارع على في بجميع مراحل نمو النبات ازاي يتعامل مع المحصول عشان يقدر ينعكس عليه وينعكس عليه بالمحصول العالي، وفي النهايه بنزود دخله عشان زي ما قلنا قبل كده نوصل نضمن له حياه كريم. حاجه ثانيه اللي كان مفتقده قبل كده المزارع اللي هي الزراعه التعاقديه. الزراعه التعاقديه كانت موجوده في بعض المحاصيل وليها فرديه زي محصول زي القمح، لا الحمد لله معانا زراعه تعاقديه دلوقتي موجوده من خلال زيها دلوقتي ممكن وزاره التموين وهيئه الزراعه التموينيه اللي بتتعاقد مع المزارع وبتحط سعر معلن من قبل الزراعه، وده ما كانش بيحصل قبل كده. زي الذره زي القمح زي فول صويا زي عباد الشمس زي محاصيل اللي هي الاستغاثيه اللي محاصيل الزيت زي فول الصويا وعباد الشمس زي الذره الصفراء. الحمد لله يمكن عندنا السنه دي اكتر من 3 مليون فدان في الصيفي مزرعين ذره، اغلبهم ذره صفراء، عشان نقدر نقلل الفجوه الموجوده بين الاعلاف عشان نوصل الحمد لله نقلل ونوصل بسعر اللحوم البيضاء زي سعرها اللي كان موجود قبل كده، يمكن كان وصلت ل 100 جنيه النهارده بتوصل 65، ووارد جدا في نهايه 8 ان شاء الله في بدايه ظهور المحصول الجديد في ظل الزراعه التعاقديه ان شاء الله هنوصل للاسعار الطبيعيه اللي كانت موجوده عليها قبل كده سابقا. دعم كبير جدا بتقدمه الدولة المصرية للمزارعين في هذا المجال، لو تحدثنا يعني بشيء من التفصيل عن الدعم اللي بتقدمه الدولة كيف تراه؟ بص يا فندم، يمكن الحمد لله يمكن في ظل الحملات القومية اللي عاملاها منتشرة والدولة بتولي اهتمام بيها عشان توصل، يعني كان لحد وقت قريب مثلا الحملة القومية للقمح كانت لحد وقت قريب مثلا كانت 3000 حقل ارشادي، لا الوزير بيطلب مننا احنا تكون 7000 حقل وتجميع ارشاديه عشان نقدر نمارس فيها الدور الفني عشان نوصل بيها لنعرف المزارع الزراعه التعاقديه، نعرف فنيات المحصول بتاعه سواء كان قمح ولا فول ولا ذره، عشان نقدر نكون متواجدين مع اخواننا المزارعين من اول بدايه الزراعه لحد الحصاد بتاعه، نعرفه عشان ما نسيبش دماغه يتركها للحاجات العشوائيه وتنعكس بالسلب على المحصول. نقول الحمد لله يمكن الدوله ملتزمه بالاسعار المدعومه بالسماد، الدوله مدعومه بدوله ملتزمه بالتقاوي المعتمده انها ما تكونش فيها هامش تافه، تكون متواجده يا دوبك بالسعر التكلفة بتاعتها عشان بتكون برضه عشان بتدعم المزارع بيها. الدولة متواجدة معاها في جميع مراحل الفنيات المحصول في المحصول التدريجية، كل ده بينعكس على الناتج بتاعها في المحصول عشان نوفر له حياة كريمة، وده اللي شعار بينادي بيه فخامة الرئيس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل السابق، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم.
واستكمالا لهذا النقاش فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع، قطاع الزراعة، معنا عبر الهاتف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور جمال، العالم بيمر بأزمة اقتصادية عالمية، كيف استطاعت الدولة المصرية مواجهة تحديات هذه الأزمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟ الحقيقة طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية عملت أثار بعيدة المدى على الأسواق الغذاء عموما، لأنه الدولتين يمثلوا جزء كبير من أسواق الغذاء العالمية، روسيا وأوكرانيا. وبالتالي طبعا بالنسبة حتى لمحاصيل زي الحبوب وفول الصويا وعباد الشمس. فالحقيقة طبعا انعكست هذه، حتى يعني أخيرا لسوء الحظ يعني روسيا خرجت من مبادرة الحبوب، يعني اللي هي كانت بترتب لصادرات تمشي من أوكرانيا لدول العالم المختلفة، وانسحبت منها، وده برضو عمل أثار على أسعار الغذاء العالمية. طبعا مصر الحقيقة يعني عملت أكثر من حاجة وجهود غير مسبوقة للتغلب على يعني مواجهة هذه الظروف. يعني طبعا قبلها كورونا وكنا مشينا كويس قوي في كورونا، وعملنا شغل في مواجهة أثار السلبية وسلاسل الإمداد والكلام ده، لكن حاليا طبعا الدولة مركزة في أكثر من محور لتحقيق ما الأمن الغذائي عموما والاكتفاء الذاتي جزء من الأمن الغذائي. فالحقيقة طبعا مشاريع العملاقة في توسع الزراعة الأفقي، اللي هي بالتحديد مشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكا وشرق العوينات وسيناء، أربع مشاريع مساحة الإجمالية تقريبا 3.5 أو 4 مليون فدان. دي تمثل حوالي 40% من المساحة الموجودة بالفعل، اللي هي 9.5 مليون فدان. فالحقيقة طبعا طفرة كبيرة، صحيح جزء كبير يعني لسه باقي من هذه المشروعات، لكن الجزء اللي تحقق بالفعل إنجاز كبير بمعنى الكلمة. طبعا ده محور مهم جدا لإضافة مزيد من الأراضي الزراعية إلى الأراضي القديمة، وبالتحديد مساحات القمح. يعني إحنا مشكلتنا كلها الحقيقة في محصولين يعني أساسيين أو ثلاثة، اللي هو القمح والذرة والمحاصيل الزيتية. دول أهم ثلاث محاصيل الحقيقة مصر يعني بتحاول تغطي الفجوة فيهم بقدر الإمكان. بقية المحاصيل يا إما اكتفاء ذاتي أو شبه اكتفاء ذاتي أو بنصدر. فالحقيقة طبعا مصر عملت بالنسبة للقمح في توسعات يعني في المشاريع العملاقة في حوالي 100,000 فدان في مشروع الدلتا الجديدة، وفي 60,000 فدان قمح في مشروع توشكا، وبرضو حوالي 20,000 فدان في شرق اللوينات. يعني الحقيقة مساحة القمح المزروعة السنة اللي فات، طبعا نتكلم على المحصول اللي تم حصاده في مايو السابق الماضي، يعني حوالي 3.5 مليون فدان، ودي مساحة كبيرة جدا. انتجت حوالي 10 مليون طن، يعني تمثل حوالي 45% من دلالة هذه الأرقام اللي حضرتك بتذكرها دكتور جمال، وخاصة كمان أنه شملت رؤية الدولة في هذا القطاع هي فكرة الزراعة التعاقدية. عايزة أتحدث مع حضرتك أيضا عن أهمية الزراعة التعاقدية في الوقت الحالي، وخاصة زي ما حضرتك ذكرت في يعني إجابتك في النقطة السابقة، أنه هذا ما يعود عليه سد الفجوة الاستيرادية من الخارج. الزراعة التعاقدية هي أسلوب مهم جدا وفعال في طبعا لتحقيق أكتر من هدف. يعني طبعا هي الفكرة بتاعتها أساسا أنه طرف ما وليكن الحكومة أو القطاع الخاص بتعمل تعاقد مع المزارع مقدما، يعني من قبل الزراعة حتى، يعني بتتفق معاها على سعر معين تشتري به منه المحصول يعني. وبالتالي يعني بيبقى المزارع ضامن انه
هيسوى محصوله بالسعر الفلاني، فده بيدي نوع من الاطمئنان ضد المخاطر السعرية اللي ممكن يتعرض لها. نمرة اتنين برضو انه الطرف المتعاقد، ما انا بتكلم عن الطرف المتعاقد هنا، في طرف تاني اللي هو المزارع. الطرف الاول هنا هو اما الحكومة او اما مصنع او تاجر او يعني مصدر. يعني ده الطرف الاول بيبقى احد الثلاثة دول يعني، انما الطرف الثاني هو المزارع عموما يعني. فبيبقى في عقد يعني بيلتزم فيه الطرف الاول بانه يشتري المحصول من الطرف الثاني اللي هو المزارع بسعر محدد في وقت الحصاد. وده بيأمن المزارع يقصد ضد أي مخاطر سعرية أو ضد مشاكل تسويقية. أهمية ذلك يا فندم في الوقت الحالي لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج، ما هو الحقيقة ده بيطمن لما المزارع يطمئن بالنسبة لمحصول زي القمح مثلا، أو بالنسبة لمحصول زي الفول الصويا أو الذرة، المحاصيل اللي احنا في الفترة الأخيرة يعني في أزمات زي الأعلاف اللي حصل مع الدواجن والكلام ده. فالحقيقة ده بيعمل نوع من تحفيز المزارع على زراعة المحصول موضع الزراعة التعاقدية ويتوسع فيه، وبالتالي بنضمن انه في رفع في درجة الاكتفاء الذاتي لانه المحصول يتوقع انه هيزيد. ده الفكرة بتاعت الزراعة التعاقدية. لكن انا عايز يعني برضو اشير الى مسألة التخزين الاستراتيجي اللي الدولة نجحت فيه الى حد بعيد برضو، امنت حوالي 6 شهور يعني من استهلاك محصول القمح، بينما كان من 2014 مثلا لا يتجاوز التخزين الاستراتيجي 1.5 مليون طن. فالحقيقة دلوقتي يعني في 4 أضعاف أو 5 أضعاف طاقة التخزين الاستراتيجي، وده أنفق عليه حوالي 30 مليار جنيه لإنشاء الصوامع، ما يسمى بالمشروع القومي للصوامع الحديثة يعني. فده مهم. برضو في انفاقات تانية على يعني المية جزء مهم في موضوع الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. فالدولة الحقيقة رصدت حوالي 900 مليار جنيه في خطة طموحة جدا من 2017 ل 2037 بتنفذها وزارة الموارد المائية والري. جزء كبير من الخطة الحقيقة اتعمل يعني من 2017 ل 23 حوالي 6 سنين دلوقتي. في محطات تحليه مياه البحر اتعملت، وفي محطات معالجه مياه الصرف الزراعي والصحي اللي هي محطه الحمام اللي بتغذي مشروع الدلتا الجديده، ومشروع محطه بحر البار اللي بيغذي والمحسمه اللي بيغذوا سيناء في سيناء يعني. فالحقيقه دي المشاريع كلها الحقيقه بتطمن الدولة بتطمن القطاع الزراعي ضد أي أزمات مية يعني مقبلة، إنه في زيادة في المعروض المائي، واللي يعني بيطمن يعني القطاع الزراعي والمزارعين وتشجيعهم أيضا يا فندم على الزراعة، لأن المية يعني جزء حاسم في القطاع في الإنتاج الزراعي يعني، بدون طبعا المية هتبقى في مشكلة. فالحقيقة دي أكتر في برضو مشروع تحديث مياه استطالا بالمية يعني، في مشروع تحديث نظم الري، التحول من مياه من نظام الصرف الزراعة الري بالغمر إلى نظام الري الحديث اللي هو بالتنقيط أو بالرش، وده بيوفر حوالي 30% من مياه الري في الزراعة، ودي بتستخدم بقى برضو في استصلاح المزيد من الأراضي في المشروعات اللي احنا اتكلمنا عنها في المشروعات العملاقة. طبعا ما ننساش برضو انه المزارع في الزراعة القديمة يعني ما يسمى بالزراعة القطاع القديم في الزراعة حوالي 6 مليون فدان غير القطاع الجديد ده، يعني فيه اهتمام بالمزارع اللي هو جزء منه الزراعة التعاقدية، جزء اخر يتعلق بالارشاد الزراعي، وبالنسبة للألبان في احلال الأبقار الخليطة عالية الإنتاجية محلي الأبقار البلدية، وفي الدولة برضو حفزت المعامل تجميع الألبان برضو 50,000 جنيه لكل معمل يعني ألبان، ده برضو خطة مشروع البتيلو برضو قطاع برضو اللحوم الحمراء والدواجن برضو الدولة حطاها في الاعتبار على أساس أنه القطاع البروتيني بقى والجزء البروتيني من الغذاء
يتم تأمينه على المدى البعيد. طبعا يعني بكل تأكيد يعني كل هذه الاستراتيجية هختم مع حضرتك بكيف تعود بزيادة الاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق بهذا القطاع في عجالة شديدة. طبعا الزراعة أساسا قطاع مهم جدا اجتماعيا، يعني لما أقول اجتماعيا وفي اقتصاديا، اقتصاديا الزراعة تساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن في المقابل النسبة يمكن المتضائلة ديت كان يوما ما 30% القطاع الزراعي، إنما طبعا لزيادة قطاع الصناعة والخدمات يعني النسبة بتاعت الزراعة قلت شوية. لكن على الناحية الثانية بقى، في 50% من سكان مصر مرتبطين بالقطاع الزراعي بالتأكيد، يا إما مزرعة مباشرة اللي هم 40 مليون يعني نسمة، أو فيها 15 مليون تانيين ريفيين موجودين يعني في أعمال غير مباشرة متصلة، وفي ربع القوة العاملة الزراعية العمال الزراعيين بيساهموا فيها بالتأكيد، والصادرات أيضا. فإذا إحنا بنتكلم على يعني أمن غذائي وأمن اجتماعي وتأمين يعني دخول المزارع، قطاع كبير من المزارعين اللي احنا عارفين طبعا انه في 80% من المزارعين في مصر يعني صغار يعني الحجم الزراعي يعني بتاعهم فدان ونص فدان والكلام ده. فالحقيقه الجمعيات التعاونيه والارشاد الزراعي والبحوث الزراعيه كل ده يعني بيلتئم في مجموعه او حزمه مهمة جدا بتساعد المزارعين على خاصة دكتور جمال انه الدولة ايضا يعني شملت هذا الدعم بصغار المزارعين لتشجيعهم على الزراعة. في دعم مهم جدا اللي هو دعم الاسمدة برضو لازم نتكلم عليه. يعني اتفضل يا فندم. السماد عنصر مهم جدا في الانتاج الزراعي. لو ما تحطش السماد وبالتالي وبالذات الاسمدة الازوتية هي اليوريا وسلفات الأمونيوم والنشادر، يعني الحقيقة الدولة بتدعم نص سعر اليوريا والأسمدة الأزوتية، وده حمل كبير جدا ودعم مهم جدا. المزارع يعني طبعا بيقدر الدعم ده بحوالي 20 مليار جنيه في ميزانية الدولة يعني، لكن دعم مهم بالإضافة إلى أنواع الدعم الأخرى. لازم نتكلم بقى عن حياة كريمة ومشروع حياة كريمة اللي هو بيمتد إلى يعني عديد من القرى الأكثر احتياجا، وده مكونات المشروع الحقيقة. يعني هي الحقيقة رؤية شاملة في هذا القطاع للنهوض به والاستفادة منه وتحقيق زي ما حضرتك قلت يعني الأمن الاجتماعي والمادي لكل من يعملون في هذا القطاع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم. وللمزيد من النقاش والتفاصيل حول هذا القطاع المهم قطاع الزراعة معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور أحمد، يعني كيف ترى تبني الدولة المصرية العديد من الآليات والمشروعات التي بدورها بتساهم في تعزيز هذا القطاع قطاع الزراعة؟ يعني زي ما حضرتك تفضلتي، وقبل يعني قبلية أتكلم سادة الزملاء كلهم الأفاضل المتخصصين في قطاع الزراعة، مصر بتشهد نهضة تنموية فيما يخص
إضافة رقعة جديدة من الأراضي المستصلحة في وقت قياسي. إحنا طبعاً عارفين إن إحنا مصر كلها بتواجه تحديات، سواء من تحديات سكنية، ارتفاع معدل نمو السكان 2 مليون مواطن سنوياً، وفي نفس الوقت تحديات شفنا أزمة كورونا إيه اللي حصل فيها، ثم جموح أسعار الطاقة، ثم أزمة التغيرات المناخية. التغيرات المناخية دي حاجة كبيرة جدا، كلنا شايفين ارتفاع درجة الحرارة اللي ممكن تنزل بجفاف، وده بيأثر على أسعار السلع على مستوى العالم. والطاقة لما ارتفعت أسعارها، يعني هبدأ كده واحدة واحدة، لما حصل جموح لأسعار الطاقة فأصبحت تأثر برضو على الزراعة، لأن الزراعة قائمة على أرض وغذاء ومية. الغذاء بتاع الزراعة أو الزرع هو السماد. احنا لسه شايفين على الشاشة دلوقتي الإنجازات بتاعت الدولة في هذا الموضوع. احنا شفنا في وقت قياسي مصر تتبنى خطة لاستغلال أمثل للطاقة وتنشئ مصانع أسمدة جديدة. شفنا مجمع الأدبية في السويس، شفنا سيادة الرئيس والمشروع القومي بتاع إعادة إحياء مشروع قيمة في أسوان، شفنا بعد كده مجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة. لولا هذه المشروعات اللي خاصة بالأسمدة ما كانش يبقى عندنا قدرة نتوسع في مساحات أراضي كبيرة ونقدر نغذي الزرع ده بالأسمدة. لكن خليني دكتور أحمد يعني أتوقف مع حضرتك عند المشروعات المتعلقة باستصلاح الأراضي. أهمية هذه المشروعات من وجهة نظرك، لأنها مشروعات الحقيقة عملاقة جدا لتحقيق في الأساس الأمن الغذائي للمواطن المصري. طبعا بنتكلم على مشروعات مهمة جدا. النهاردة لما نيجي نشوف مثلا مشروع الدلتا الجديدة اللي هيبلغ قوامه 2.2 مليون فدان، النواة بتاعته مشروع المستقبل مصر اللي هو 1.1 مليون منزرع فيه على أرض الواقع الآن 460 ألف فدان. إعادة إحياء مشروع توشكا، ما شفنا لسه زميلنا أستاذنا الدكتور جمال صيام بيتكلم على صحرات سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير مياه اللي كانت موجودة في محطة بحر البقر لإعادة إحياء 600 ألف فدان هيتزرعوا بإذن الله في شمال سيناء. شفنا قبليها 100 ألف فدان زراعات محمية. شفنا المشروع القومي اللي هو 1.5 مليون فدان اللي بيشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر. لولا هذه المشروعات ما كانش في عز هذه الأزمات بقى عندي إتاحة لسلع استراتيجية أساسية. الكلام ده كمان ما جاش من قصة توسع في أرض على المستوى الأفقي وبس، لا، ده كانت الدولة برضو بتعيد استغلال يبقى عندها موازنة مائية. يعني إيه موازنة مائية؟ يعني إزاي إحنا نتوسع في مثل هذه المساحات اللي تقرب زي ما أستاذنا لسه قايل 3.5 مليون أو 4 مليون فدان في ظل وجود أزمة وتحديات كلنا نعلمها جميعا خاصة في المياه. فهنا دخلنا بمحور جديد اللي هو الدولة تبنته لإدارة المياه، إن إحنا نعيد تدوير المياه عشان تستغلها استغلال أمثل. المشروعات القومية اللي تمت بتاع تبطين الترع وتطوير الري، سواء ري بالرش أو الري بالتنقيط، وبناء أنظمة وبناء أنظمة زراعية وغذائية، والحقيقة يعني هي واحدة من أهم التحديات اللي بتواجه ليس فقط يعني الدول النامية ولكن أيضا بتواجه دول العالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو يزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم. بشكر حضراتكم كل مشاهدينا الكرام عبر شاشة إكسترا نيوز على هذه المتابعة الطيبة. كنت معكم فيها أنا حور محمد، إلى اللقاء.